أيضا على أساس اتفاقية الطاقة الكهربائية والطاقة المتجددة، فمصر وقودها تم اتفاق على تبادل الخبرات في هذه المجالات، خاصة في مجال الاستفادة الكاملة من الطاقة الشمسية والطاقة الحرارية وكذلك إنتاج الهيدروجين الأخضر. تم أيضا معاكسة التعاون في مجال التعليم، ولوحظ أن هناك مؤشرات قوية جدا لضرورة تفعيل هذا التعاون، ومن هذا الإطار اتفقنا لاستعمال المؤشرات بيننا واقتراح ذلك للتوقيع على مذكرة تفاهم بخصوص التنمية العالي والبحث العلمي وأيضا الاعتبار المتابعة والشهادات الجامعية. أثناء مقابلتي مع فخامة الرئيس تناقشنا في الكثير من الموضوعات وخاصة التطورات في دولة أفغانستان، وكل أيضا المحاولات التي تهدف للاستقرار والسلم وحل النزاعات في منطقة الشرق المتوسط والشرق المتوسط. في هذا الإطار كان لدي الفرصة أن أعلن فخامة الرئيس عن التطورات السلبية التي حدثت في المناقشات مع تركيا التي تحيد تماما عن قرارات مجلس الأمم المتحدة από τα όσα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών αλλά και τους όρους εντολής του Γενικού Γραμματέα. وهي أفعال اتخذتها تركيا متحديا قرارات سكرتير عام όπως η γνωστή αξίωση για αλλαγή της βάσης λύσης. وطبعا تركيا تدفع بحل دولتين مستقلين αλλά και έκνομες ενέργειες που αφορούν την αλλαγή του καθεστώτος της περίκλης της πόλης της Αμοχώστου. وتهدف أيضا إلى تغيير القيادة السياسية في مدينة أموخوست المحتلة. أكدت لصديقي فخامة الرئيس أن موقف قبرص هو موقف ثابت وغير متغير، ويعتمد على إيجاد حلول في إطار قرارات الأمم المتحدة وطبعا في إطار الاتحاد الأوروبي التي قبرص تكون عضوا من أعضاء هذا الاتحاد.